استطاع السوريون دائما تقديم نموذج في الحضارة والبناء والوقوف على أرجلهم، وازدادت قوتهم رغم الظروف وصعوبتها. فالمرحلة تتطلب تضافر الجهود والنجاح واستثمار الطاقات في الطريق الصحيح للمشاركة في بناء المجتمع، وهذا ما تسعى إليه وزارة التربية دائما لبناء جيل متعلم قادر متميز يسهم في البناء والإعمار. أهلا بكم في حوار بين قوسين. مشاهدينا، بات المتعلم محور العملية التعليمية في الوقت الحالي، بينما المعلم أصبح مخططا إداريا ميسرا لها، وبات مطلوبا تدريبه على مهارات البحث والتحليل العلمي لاستنباط المعرفة التي يحتاج إليها المتعلم والمجتمع وفق تطور قدرات المتعلم وتطوير الكتاب المدرسي. ونظرا لأهمية الكتاب المدرسي باعتباره أحد أهم مصادر التعلم بما يسهم في مساعدة الطلاب، تسعى وزارة التربية دائما إلى تحقيق جودة التعليم والنهوض بمخرجاته، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحياة أفضل. وهنا يأتي مشاهدينا دور المؤسسة العامة للطباعة بالإشراف على طباعة هذه الكتب وفق خطة وزارة التربية وتوزيعها وتأمينها لجميع الطلاب. هذه المواضيع ومواضيع أخرى نطرحها مع ضيفنا في الاستوديو مدير عام المؤسسة العامة للطباعة في وزارة التربية الأستاذ فهمي الأكحل. أهلا ومرحبا بك. أسعد الله أوقاتك وأوقات السادة المشاهدين. أهلا ومرحبا بك في حوار بين قوسين، سنبدأ هذا الحوار ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد، أعود وأجدد التحية لضيفي في الاستوديو الأستاذ فهمي الأكحل مدير عام المؤسسة العامة للطباعة. دعنا نتحدث بداية أستاذي الكريم وكمدخل لهذه الحلقة عن الدور الهام المنوط بالمؤسسة العامة للطباعة. يعني بلا شك أن دور المؤسسة العامة للطباعة يقع على عاتقها تأمين الكتاب المدرسي لجميع مراحل التعليم في سوريا، وهي يعني مهام كبيرة ومهام متعددة سواء لمرحلة التعليم الأساسي أو لمرحلة التعليم الثانوي أو المعاهد التابعة لوزارة التربية، وأيضا لرياض الأطفال وكل ما يتعلق بتحضيرات البدائل أيضا المتعلقة يعني بالعمل التربوي. ومن هنا لابد يعني من وجود خطة شاملة كاملة تتناغم مع متطلبات كافة المديريات وكافة الأقسام الموجودة في وزارة التربية، سواء ما يتعلق منها بالمركز الوطني لتطوير المناهج المسؤول عن إعداد المناهج الخاصة بالتعليم العام، أو مديرية الإشراف التربوي وعلاقتها بالأمر، أو ما يتعلق أيضا بالتعليم المهني والتقني، وكما قلت لك مرحلة أيضا رياض الأطفال. نعم، إذا أردنا نتحدث عن آلية العمل ضمن المؤسسة أو أقسام المؤسسة والكوادر الموجودة أيضا ضمن هذه المؤسسة ولو بلمحة تعريفية. نعم، المؤسسة العامة للطباعة يعني هي مؤسسة ذات طبيعة اقتصادية ترتبط بالسيد وزير التربية، وتتألف من 9 مديريات مركزية، ويعني يكلف فيها معاون مدير عام وأيضا مدير عام. المديريات المركزية الأساسية الموجودة كلها يعني تتقاطع في أعمالها في سبيل إنجاز الكتاب المدرسي بالدرجة الأولى وأي أعمال طباعية أخرى. يوجد لدينا مثلا مديرية الطباعة ومديرية المطابع، حيث كان هناك مطبعة تقوم بإنجاز الكتاب المدرسي أو جزء من خطة الطباعة فيما سبق، إلا أن المطبعة اليوم هي غير مفعلة بسبب الظروف التي تعرفونها، يعني بسبب ظروف الحرب السابقة. ولدينا مديرية الحسابات التي تقوم بكل ما له علاقة بمحاسبة التكاليف ومحاسبة المواد و يعني كل الجانب المتعلق بالجانب المحاسبي. لدينا أيضا مدير مالي أو مديرية مالية مختصة بالشؤون المالية، ولدينا طبعا مديرية التنمية الإدارية التي هي مسؤولة عن متابعة الجوانب الإدارية سواء ما يتعلق بها بالجانب التنظيمي أو في جانب تنمية الموارد البشرية. يوجد أيضا مديرية التخطيط والإحصاء، ونحن يعني نطمح إلى تطوير هذه المديرية بشكل أعمق وأن يتحول عملها من مجرد تنفيذ الخطة الطباعية إلى مجالات أوسع. وقد يعني تضافرت الجهود في هذا العام بين جميع المديريات الموجودة من أجل الوصول إلى تحقيق الخطة الطباعية
التي كانت في البدء قرابة 19 مليون كتاب مدرسي، وقد تم تخفيضها بنسبة معينة بعد أن قامت المؤسسة بعدد من الإجراءات التي ساهمت بتخفيض الكلفة والنفقات عليها، بغية يعني تأمين الكتب بالشكل الأفضل والشكل الأمثل، وتحقيق أيضا وفر مادي يعني يحمل العبء عن العبء المادي عن الدولة وعن الناس عن المجتمع. نعم. إذا أردنا أن نتحدث أيضا بموضوع أن كل مؤسسة لها خطة سنوية تقوم عليها، كيف تضعون الخطط لعمل مؤسسة الطباعة، وأيضا موضوع الشفافية في التواصل مع المعنيين؟ يعني ذكرت عدة جهات تتواصل مع المؤسسة، كيف بتم هذا التواصل؟ بعد بدء يتم تشكيل لجنة تسمى لجنة إعداد الخطة الطباعية، وتكون غالبا يعني تشمل جميع المعنيين في وزارة التربية وفي المؤسسة العامة للطباعة. يعني غالبا يكون في هذه الخطة أشخاص كما قلت لك من المركز الوطني لتطوير المناهج، وأشخاص من مديرية الإشراف التربوي ومن المؤسسة العامة للطباعة ومديرية التعليم المهني والتقني، ويقوم جميع هؤلاء بإعداد خطة طباعية تتمثل بإعداد الحاجة الفعلية من كل عنوان من عناوين الكتب المعتمدة. ويوجد للمؤسسة 9 مديرات مركزية كما قلت لك، ويوجد 14 فرع في المحافظات، يعني بشكل نظير لمديرية التربية ولا يتبع لمديرية التربية كي نكون واضحين. يوجد فرع يسمى فرع المؤسسة مثلا في مدينة دمشق أو في محافظة دمشق أو محافظة ريف دمشق أو في محافظة حلب أو غير ذلك. يتم التشبيك يعني أفقيا وعموديا، أفقيا مع زملائنا في الوزارة والمديريات الموجودة، وعموديا من خلال علاقتنا مع الفروع، حيث يتم التدقيق في الأعداد والكميات اللازمة لتنفيذ الخطة الطباعية، ولتنطلق هي بالأساس من حاجة المدارس ومن حاجة مديريات التربية. نعم. موضوع الطباعة هو فقط في المؤسسة يعني فرعها المركزي في دمشق، أم أيضا في الفروع يوجد هناك طباعة؟ يعني خلينا نحكي عن آلية أيضا نقل الكتب وتوزيعها وإيصالها، رح نحكي أيضا عن موضوع الإيصال في الوقت المناسب وفي الجودة المناسبة أيضا. خلينا نحكي بداية عن آلية النقل، هل بتزودوا مراكز معينة أو مركز عام هو بيتم التوزيع على باقي المدارس، أم طباعة فقط في المؤسسة؟ يعني حطنا بالتفاصيل. يعني عندما يتم إنتاج الكتاب يتم إنتاج الكتاب وفق عقود تنفذ مع مطابع القطاع العام في هذا العام. نعم. طبعا تحت إشراف لجنة دائمة للطباعة الموجودة في رئاسة مجلس الوزراء، حيث يعني تقوم هذه اللجنة بتلقي حاجتنا من الكتب ومن المطبوعات المدرسية من خلال منصة موجودة لهذا الغرض، حيث تقوم اللجنة بدراسة واقع الخطة الطباعية وتوافق عليها، ومن ثم تقوم بالتوزيع على مجموعة من المطابع. عمل اللجنة الدائمة للطباعة يتمثل يعني بشكل أولي في توزيع العمل على المطابع التابعة لها، والتي هي معظمها أو جميعها تابعة للقطاع العام. ويعني هنا في هذا المجال يكون دور المؤسسة دور تنفيذي أكثر من كونه يعني ينفذ قرارات اللجنة الدائمة للطباعة، من حيث مثلا توزيع على إعداد الكتب. فمثلا في هذا العام تم توزيع المطبوعات على مطابع دار البعث، مطابع السورية، مطابع نقابة المعلمين، صندوق التكافل، وأيضا مطبعة السياحة. كل هذه المطابع تقوم بجزء من العمل، ويعني يكون منوط في اللجنة وبالمؤسسة متابعة العمل من أجل الوصول إلى كتاب مدرسي في بداية العام الدراسي أو قبل بدء العام الدراسي. ثم ننتقل للمرحلة الثانية، يأتي تسعير الصفحة الواحدة للكتب. يعني تقوم لجنة في المؤسسة بإعداد دراسة أولية تستند إلى نشرة تصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، تتحدد من خلالها جميع الأعمال الطباعية المتعلقة بأعمال الطباعة، سواء ما يتعلق بها بثمن الورق أو الكرتون أو بالأعمال الطباعية البلاكات أو غيرها. وتقدم هذه اللجنة في المؤسسة العامة للطباعة دراسة أولية ترفع إلى رئاسة مجلس الوزراء، وهناك لجنة مقررة يعني تقوم بدراسة الدراسة الأولية المعدة من المؤسسة،
وتعدل عليها أو تعتمدها زيادة أو نقصانا، نعم. يعني يعني بتم بحيث تحديد الكلفة الأساسية أو صحيح الحقيقية لهذا الكتاب قد ايه بيكلف، الكلفة بعدين تكون قد ايه ممكن يتم في تخفيض سعر هذا الكتاب أو يعني إصداره بسعره الموجود الكلفة الحقيقي. تكون على مستوى الصفحة، يعني قيمة كل صفحة ومدى كلفتها يتم تقديرها كما قلت لك من قبل اللجنة المعدة في المؤسسة العامة للطباعة، ومن ثم في المرحلة الكلفة الثانية هي ثابتة أستاذ فهمي أم تختلف حسب الشيء الموجود على هذه الصفحة ونوعية هي كلفة الكتاب؟ طباعة الصفحة ثابتة ولكنها مختلفة باختلاف الزمن والوقت يعني حسب الأسعار الرائجة في لحظة اعتمادها، حتى أن هناك يعني نشرات تصدر عن رئاسة مجلس الوزراء في كل فترة، ولكن نحن في هذا العام يعني الحمد لله، يعني هذه واحدة من الأشياء التي يعني من فضل الله كما يقال، تحسب انه بالمؤسسة. يعني الحمد لله ما صار في زياده بسعر صرف الدولار، وبالتالي نحن حققنا حاله من الاستقرار، يعني كانت بصراحه هي واحده من عوامل اللي ساعدت على انه ننجز عملنا نسبيا بنجاح ان شاء الله. نعم، رح نتابع الحديث بالتفاصيل، ولكن زملائنا ايضا حضروا لنا ماده عن كيفيه تحضيرات الطباعه للكتاب المدرسي، خلينا نتابع هذه الماده ثم نعود لنكمل الحوار. ستم طباعة الكتاب المدرسي على أكثر من آلي، منها 4 ألوان ومنها 8 ألوان وجه وخلف. الثمانية ألوان تطبع 8 صفحات، 8 صفحات وجه و8 صفحات خلف. الثاني من الطباعة هو الطبع على آلات الرول. الفرق بين آلات الرول والأوفست، الأوفست هي عبارة عن أطباق والرول هو عبارة عن لفافات تتم طباعتها على آلات الرول. طبعا على آلات الرول بعد الانتهاء من الطبع تخرج الملازم مطوية كاملة، طبعا يتم الطبع على وجه وخلف 16 صفحة، وهذا ما يميز الرول عن الأوفست، حيث آلات الأوفست بحاجة الملازم إلى طويات من أجل طي الملازم. بعد الانتهاء من عملية الطبع أو عملية الطبع على آلات الأوفست يتم تحويل الطبالي المطبوعة على الطويات من أجل طي الملازم وتجهيزها للتجليد. يوجد أكثر من طواي في كل مطبعة تقوم بطوي الملازم وتجهيزها بالشكل الصحيح. طبعا بعد الانتهاء من عملية طبع الأوفست نقوم بتحويل الطبالي المطبوعة إلى قسم التجليد على آلات الطوي الطويات، منها يكون ملزمي كاملة 16 صفحة، ومنها نصف ملزمي 8 صفحات، ومنها ربع ملزمي 4 صفحات. حاليا الموجود على الطواي عبارة عن 4 صفحات، تقوم الطواي بطوي الملازم وتجهيزها من أجل العملية التي تليها وهي التجليد. بعد الانتهاء من طوي الملازم وتجهيز الغلاف يتم الانتقال إلى آلات تجميع الكتاب. الخط الآلي للتجميع كما نشاهد يوجد مراحل، كل مرحلة يتم تلقين الملازم يدويا فيها قبل البدء بسحبها آليا وتجميعها. طبعا يوجد طريقتين للتجميع، اللصق والخرز، ويوجد طريقة الخرز فقط. الخط الآلي يقوم باللصق والخرز. بعد تلقين الملازم المطلوبة يبدأ تجميع الكتاب بشكل آلي على خط التجليد الآلي. بعد الانتهاء من لصق الملازم يبدأ سحب الغلاف ولصقه بالملازم بعد الانتهاء من مرحلة تغرية الغلاف يقوم بالخروج والسير على خط السير
حيث يقوم الخط بتبريد الكتاب قبل وصوله للمرحلة اللاحقة. انتهاء من عملية تغرية الكتاب والغلاف تبدأ مرحلة قص الكتاب. يوجد بنهاية الخط مقطع ثلاثي يقوم بتحرير الكتب المجمعة. بعد خروج الكتب المحررة يتم تجهيزها وتوضيبها، بعدها يتم تحزيمها، يتم وضع الكتب المحزمة على طبالي جيدة وتجهيزها من أجل النقل إلى مستودعات المؤسسة. يجب التنويه لملاحظة، عملية التجليد بالنسبة لطريقة طبع الأوفسيت والرول نفس العملية، لا يوجد أي اختلاف في التجليد والوضع على خط التجليد الآلي أو اليدوي، حتى نفس طريقة التجليد بالنسبة للرول والأوفسيت. يوجد بالتجليد أكثر من طريقة، الخط السابق كان طريقة السحب، والتجليد الحالي هو تجليد يدوي، طريقة سحب الملازم عن طريق العمال، ويوجد طريقة ثالثة هي طريقة الشكي أو سرج الحصان، خط آلي يسمى تجليد سرج الحصان. يعني يوجد ثلاثة أنواع للخط للتجليد: اليدوي والعادي أو السحبي وخط الشكي أو سرج الحصان. مراحل التجليد الثلاث. طريقة التجميع اليدوي بحاجة إلى خرز بعد الانتهاء من التجميع كما نشاهد. بعد الانتهاء من تجميع الكتاب اليدوي وخرزه تبدأ عملية التحرير على المقطع الأحادي أو الثلاثي إن وجد. حاليا يتم التحرير على مقطع أحادي من ثلاثة أطراف. الفرق بين الخط الآلي والتجميع اليدوي: الخط الآلي يمر بعدة مراحل ويعطي الكتاب جاهز، التجميع اليدوي بحاجة إلى خرز وتحرير، كلها بحاجة إلى عمل يدوي. تابعنا في هذه المادة أستاذ فهمي كيفية إعداد الكتاب ضمن الطباعة. وردني يعني هيك تراودني مجموعة من الأسئلة منها أنه ممكن بما أنه العمل هو يعني بغض النظر عن الطباعة لكن في تجميع يدوي للإنسان، ممكن يكون في أخطاء مثلا بالنسخ الموجودة، مين بيراقب هذا الموضوع؟ لا، نحن سيدتي بعد أن يتم إنجاز الكتاب في المطابع يتم تسليمه إلى المستودعات المركزية الموجودة لدينا في المؤسسة في عدرا وفي حلب وفي مبنى المؤسسة. في هذا العام تم أيضا يعني في ثلاث مستودعات رئيسية. لا، هناك مجموعة مستودعات موجودة في ثلاثة أماكن. وهناك لجنة تقوم بتدقيق الكتاب، لجنة استلام، يعني تراقب ليس فقط يعني إمكانية وجود خطأ وإنما أيضا حتى مدى جودة الطباعة، ويتم أيضا يعني حسم بعض المبالغ المالية في حال وجود أخطاء في الطباعة. إذا كان يعني أخطاء تتعلق بمقدار الجودة يمكن تحملها وحسم غرامات مالية عليها، أما إذا كانت أخطاء يعني أساسية يعني هناك يتم إعادة الطباعة يتم أو إعادة الطباعة يتم تكليف المؤسسة للمطابع بإعادة طبع النسخ التي يوجد فيها خطأ كبير أو خطأ يعني يقودنا إلى شيء يسمى الكتاب المخطوء. الكتب المخطوءة تعاد، أما الكتب التي عليها بعض الملاحظات فيتم إجراء حسومات مالية عليها، ويكون ذلك من خلال لجنة خبراء فنيا، يعني تكون باللجنة غالبا برئاسة مدير المطابع
الذي يملك خبرة كبيرة في موضوع الإخراج الفني للكتب وفي عمليات الطباعة. نعم أستاذ فهمي، يعني الخطة تؤخذ يعني للطباعة تؤخذ من عندكم كمؤسسة لعمل المطبوعات. نعم. كيف بتم إحصاء عدد الكتب اللي بتم طبع في كل صف، عدد النسخ؟ دائما كان في شكوى في كل عام أنه نحن عم تتأخر موضوع الكتاب المدرسي أو وصول الكتاب المدرسي. من أيمت بتبلشوا طباعة الكتاب المدرسي حتى يصل في الوقت المناسب؟ يعني إحنا عم نحكي عن أعداد كتب كبيرة في هذا العام. أكيد نحن نتحدث عن ملايين الكتب، يعني صحيح، يعني في هذا العام تم طباعة حتى هذه اللحظة 13 مليون و700 ألف كتاب عن طريق عقود مؤسسة العام للطباعة. وهناك أيضا قسم من الكتب يتم طباعتها، طبعا مشكورة منظمة اليونيسيف تم مراسلتها وقامت مساعدتنا بطباعة ما يقارب 810,000 كتاب. وهناك أيضا لدينا بعض الكتب موجودة في المستودعات نسميها كتب مدورة جديدة، وأيضا يتم توزيعها من العام السابق. نعم من العام السابق ولكنها جديدة موجودة في المستودعات. وهناك أيضا الكتب المستردة الصالحة لإعادة التوزيع، يعني يمكن أن يتم استلام كتب من الطلاب وأن يعاد توزيعها على طلاب الجدد، يعني بحيث يعني يكون ذلك في مواد لا تشكل عبء أو مشكلة في هذا الجانب. طبعا نحن يعني أنا مثلا في هذا العام كله تقريبا في منتصف شهر آذار كانت الخطة الطباعية يعني قيد العمل. الحمد لله يعني نحن فينا نوعد السادة المشاهدين والطلاب وأولياء الطلاب أنه بأمور إن شاء الله جيدة ستكون هذا العام، ولكن في العام المقبل سنبدأ قبل ذلك بكثير، يعني سنبدأ إن شاء الله من مطلع لحتى ما يكون في ضغط بالعمل. في أولويات مثلا لصف معين؟ نعم. لحتى نقول مثلا الشهادات تبدأون بها أولا، مواد أساسية مثلا كان في إشكالية على موضوع كتب اللغة الإنجليزية أو حتى كتب اللغة الفرنسية، اللغات بشكل عام أنه في تأخير في هذا العام طباعة هذه الكتب. في هذا العام تم أخذ جميع الأسباب التي تساهم بتأمين الكتاب إن شاء الله في مطلع العام الدراسي، وتم التركيز على مواد اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية وعلى مواد الصف الأول والثاني والصف الثالث. يعني حتى الآن نحن قمنا بتوزيع ما يقارب 70-80% من الكتب التي يحتاجها الطلاب على المستودعات الرئيسية في المحافظات. وكما سألت حضرتك يعني أنه نحن الكتب بتجينا من المطبعة إلى مستودعاتنا الرئيسية في المؤسسة، ثم نقوم بتوزيعها إلى المستودعات الأساسية أو الرئيسية في المحافظات، والمستودعات الرئيسية تقوم بتوزيعها على مستودعات فرعية حسب المناطق. والمستودعات الفرعية هي التي تقوم بالتسليم إلى المدارس. المستودعات الفرعية ثم الفرعية أكثر هي اللي بتقدم احتياجاتها بعدد النسخ اللي من كل كتاب مثلا أو متطلباتها واحتياجاتها، بناء على ذلك بتم التوزيع؟ نعم المستودعات الفرعية تأخذ الاحتياجات من المدارس. نعم. وتقوم برفعها إلى المستودعات الرئيسية ضمن المحافظة. المستودعات المحافظة الرئيسية تقوم بالإرسال إلينا في المؤسسة ويتم احتساب الخطة الطباعية وفق هذه الآلية. نعم. قبل أن ننتقل لنطمئن على واقع الحديث اللي تم هلأ مع حضرتك أنه كيف يتم توزيع هذه النسخ والكتب وآلية الطباعة وغيرها من الأمور في مختلف المناطق من سوريا، أود الحديث مع حضرتك على موضوع الاحتياجات، كيف بتم تحديدها بتغذية راجعة من الطلاب من المدارس إلى المؤسسة، أم المؤسسة من خلال الوزارة بتقوم بإحصائيات لعدد الطلاب الموجودين في كل منطقة؟ من المدارس إلى المستودعات الفرعية، ومن المستودعات الفرعية إلى المستودعات الرئيسية في المحافظة، ومن المستودع الرئيسي في المحافظة إلى المؤسسة العامة للطباعة في الإدارة المركزية، ويتم التنسيق فيها بعد أن تصل هذه الاحتياجات الأولية مع زملائنا في المركز الوطني لتطوير المناهج والإشراف التربوي ومديرية التعليم المهني والتقني، واعتمادها ليصار فيما بعد إلى اعتماد الخطة الطباعية التي تتحول إلى مجموعة من العقود التي يجرى تنفيذها. صح. ثم يتم نقل هذه الحاجة في الطريق المعاكس. نعم. معنا عبر الهاتف مدير فرع مؤسسة الطباعة في دير الزور الأستاذ سامر كامل. معنا عبر الهاتف عفوا نورسان هواري مدير فرع مؤسسة الطباعة في فرع حلب. أهلا ومرحبا بك. مساء الخير. أسعد الله أوقاتك. مساء الخير لكم وضيفتي الكريم والسادة مشاهدي القناة التربوية السورية.
أهلا ومرحبا بك. بدنا نتعرف من حضرتك على التحضيرات لتوزيع الكتاب المدرسي، كيف هي اليوم في حلب؟ وهل هناك أي مشكلات؟ هل هناك آليات جديدة للعمل في هذا العام؟ طبعا فرع حلب المؤسسة العامة للطباعة يعتبر من الفروع الهامة لنا والاستراتيجية من حيث عدد المراكز والمناطق الواسعة التي يغطيها بالريف وبالمدينة. نعم. بلغ عدد مستودعاتنا 21 مستودع تغطي حاجات المدارس وأبنائنا الطلبة بشكل كامل، وأيضا في مناطق من بيت يتم العمل وفق خطة عمل وتوزيع يومية ومتابعة على مدار اللحظة من قبل الإدارة العامة بدمشق وبإشراف شخصي من الأستاذ فهمي. نعم. الآلية اللي عنا إياها توزيع الكتب المدرسية اللازمة. عم نسمعك أستاذة نورهان، تفضلي نورسان. تمام. عم نسمعك تفضلي. عم نسمعك تفضلي. تم إنجاز فرع حلب، حتى الآن بلغ نسبة توزيع عنا من 80% على كافة المناطق المحافظة طبعا، ومنذ البارحة بدأنا بالمرحلة الثانية والأهم والتي تضمن توزيع الكتب المدرسية على جميع المدارس، وخلال الأسبوع الماضي بدأنا بالتوزيع على المدارس الخاصة. نعم. الحمد لله. تفضلي أستاذة. انسيابية وتيرة عالية. نعم. حيث أنه مع بداية العام الدراسي سيكون كتاب المدرسي في متناول جميع أبنائنا الطلبة. ما كان في أي إشكاليات، أي نقص في، ما كان في أي إشكاليات، ما في أي صعوبات، ما في أي نقص ب مثلا مواد معينة. شكرا جزيلا لك أستاذة نورسان هواري، تفضلي في كلمة حابة تقوليها. طبعا أود توجيه الشكر لوزارة النقل ممثلة بمنظومة نقل البضائع. نعم. لتؤمن لنا عملية نقل الكتب المدرسية بشكل تطوعي مجاني بعمل شعبي مبارك من قبل سائقي الشاحنات داخل مدينة حلب وريفة. نعم، شكرا جزيلا لك مدير فرع مؤسسة الطباعة فرع حلب الأستاذة نورسان هواري، شكرا جزيلا على هذه المداخلة، بالتوفيق يا رب. شكرا لك. بدي ارجع لعند حضرتك وآلية المتابعة، كما ذكرت في متابعة مباشرة من حضرتك أستاذ فهمي. صحيح. يعني عم نحكي عن مساحة كبيرة جدا وبأعداد كبيرة جدا أيضا لتوزيع الكتب، ولمناطق هي يعني نائية أحيانا. صحيح. كيف بتم هذه المتابعة؟ المتابعة يعني بصراحة يومية وعلى مدار الساعة، يعني هناك عمليات استلام من المطابع وتوزيع إلى المحافظات المستودعات الرئيسية، ومن ثم توزيع إلى المستودعات الفرعية يوميا. يعني أنا شخصيا أقوم بإحضار مدير المستودعات، لدينا الخطة الطباعية مجسدة على ورق E3 أمامنا. نعم. ويتم تحديد كل منطقة قامت بالاستلام، سواء يعني كمرحلة أولى على مستوى المحافظة أو ضمن المحافظة بحد ذاتها. وهناك أيضا تقارير يومية ترسل عبر مجموعة واتساب، يعني تربطني بالسادة مدراء الفروع والسادة مدراء الإدارة المركزية في المؤسسة لمعرفة واقع العمل بشكل يومي. وبصراحة نتيجة هذه الجهود اللي كانت فيها الكثير من التعاون من قبل فريقنا سواء بالإدارة المركزية أو بالمحافظات، وأيضا كان في تعاطف من المطابع، يعني كي نكون صادقين، وفوق كل ذلك هناك دعم لا محدود للأماني كان من السيد وزير التربية في تأمين الكتاب المدرسي، في ضرورة تأمين الكتاب المدرسي مع مطلع يعني العام الدراسي، وكانت جميع طلباتنا مجابة من قبل السيد الوزير. ونحن بهاي المناسبة نوجه الشكر فعلا يعني من القلب للسيد الوزير ولجميع فرقنا ولجميع مدراءنا المركزيين في المؤسسة ولجميع أيضا العاملين. يعني هناك أيضا بعض يعني الأشخاص المجهولين الذين يقومون بجولات على المطابع يوميا، ومطابع ممتدة يعني ما بين الكسفي وما بين دار البعث وما بين حلب وما. نعم. يعني هناك جهود جبارة يقوم فيها فريق كبير، وأنا شخصيا يوميا بتابع كل التفاصيل الموجودة، وإلا يعني كنا يعني قلت لك أنا يعني نحن أنا تكلفت بعد منتصف شهر آذار، وكان مفروض يكون في جزء من الخطة منجز، لكن نتيجة هذا التعاون ونتيجة الدعم أيضا كما قلت لك هذا الوقت. نعم، اداركنا الوقت، وإن شاء الله الأمور يعني ما حنقل لك كل الأمور يعني محلولة، وإنه نحن معنا عصا سحرية بأنه الصعوبات اللي بتواجهها، ولكن أكيد الأمور يعني لم تكن ممتازة فهي جيدة إن شاء الله. شو أكثر الصعوبات اللي بتواجه عملكم؟ حتى في موضوع إيصال الكتاب، يعني من فترة كان في إيصال الكتب إلى المناطق الساخنة، اليوم نعم. كيف عم نقدر نوصل لهي المناطق؟ حتى موضوع مثل ما تفضلت الآن مدير فرع حلب،
يعني انا تواصلت شخصيا مع السيد مدير مكتب الدور في منطقة حلب، يعني انا كما كان عندنا آليات كافية تقوم بعملية التنفيذ، نعم فتواصلت معه وكونه بصراحة كان زميل دراسي بالجامعة، من نطلب الدعم، فقام بتأمين شاحنات مجانية وأشخاص سائقين، يعني اشتغلوا معنا بحلب بشكل كتير رائع، ونحن فعلا نتشكر وزارة النقل على هذه المعونة، ممثلة بمكتب الدور في حلب وزميلنا الأستاذ عمار اللي موجود تحية لهم. كمدير للمكتب. وبالمحافظات الثانية أيضا هناك تعاون كبير في هذا العام، يعني البارح السيد محافظ دير الزور يعني اتصل معي شخصيا لأول مرة يسألني عن وضع الكتاب وإذا بحاجة لأي دعم في مجال الآليات نحن جاهزين لتقديم الفرع، هو كان أثناء زيارة لفرع المطبوعات في دير الزور، وأكد سيادة المحافظ أنه نحن جاهزين لأي عمل. والسيد محافظ الرقة أيضا يعني تواصل واهتم وأبدى استعداده لأي تعاون، وكما قلت لك يعني فوق كل ذلك يعني جد نحن ملاحظين أنه في تعاون كبير من كل الجهات نعم. الرسمية نظرا والشعبية لهذا الموضوع. لخصوصية المناطق الشرقية معنا عبر الهاتف أيضا مدير فرع مؤسسة الطباعة في دير الزور الأستاذ سامر كامل، معنا اليوم الآن أصبح على الهاتف معنا. أستاذي كيفك؟ سعد أوقاتك. مساء أسعد الخير الله أوقاتك أستاذ. لينا مساء الخير أستاذ سامي، مدير عام الطباعة والمتابعة الطباعية التربوية السورية، كل عام وأنتم بخير بمناسبة وأنت بألف خير اقتراب افتتاح العام الدراسي. بالنسبة لمحافظة دير الزور لدينا 200 ألف تلميذ وطالب موزعين على 400 مدرسة نعم. مختلف المراحل، حيث يوجد في فرع المؤسسة العامة للطباعة 11 مستودع فرعي ورئيسي، 4 منها في مركز المحافظة، و7 مستودعات فرعية موزعة على امتداد في المحافظة من مدينة معدان حدود الإدارية للرقة انتهاء بمدينة البوكمال الحدودية مع العراق. طبعا نحن بالنسبة لتحضيراتنا تم استقبال طلبات واحتياجات المدارس وفقوات تفصيلية عديدية، تم على أساسها وضع خطة الطباعة والتوزيع للعام القادم بالتزامن طبعا مع وصول دفعات للكتب المقررة وفق الخطة الطباعية للمؤسسة وبجهود إدارة المؤسسة العامة للطباعة وموافقة السيد وزير التربية، وبهدف الحفاظ على ضغط النفقات تم التنسيق مع فرع الرقة لإجراء مناقلة كتب فائضة. عم نسمعك أستاذ ساهر، تفضل. وجهود كبيرة من السيد محافظ دير الزور المهندس معتز قطان الذي قدم لنا كافة التسهيلات اللازمة لنقل الكتب من فرع الرقة إلى فرع دير الزور كما تحدث السيد المدير العام. نعم. كمية الكتب تصل تباعا وهي كافية لتغطية احتياجات المدارس. نعم. وفي اليوم القادمين ستصل 3 شاحنات إن شاء الله من المستودع الرئيسي بدمشق إلى دير الزور. طبعا كل الشكر والتقدير لكافة القائمين بإنجاز العمل لوصول الكتاب المدرسي للطالب، والشكر موصول للسيد المدير العام أستاذ سهني على المتابعة اليومية لواقع عمل فروع المحافظة. نعم، إذا فينا نوعد الناس بدير الزور أنه الكتاب المدرسي سيكون حاضر في الأيام الأولى دون أي نقص ولا بأي مادة من المواد؟ أستاذ ساهر عم تسمعني؟ على ما يبدو في إشكال بالاتصال. أستاذ ساهر صوتك مو مسموع أنسي، إذا عم تسمعني أستاذ ساهر؟ أستاذي سامعني؟ بدي اتشكرك، على ما يبدو في مشكلة في مشكلة باتصال. شكرا جزيلا استاذ ساهر كامل لمهنا مدير فرع المؤسسة الطباعة في دير الزور. انا في اعلنت نيابة عن الاستاذ يعني او بديل عن الاستاذ ساهر، نحن ان شاء الله ان شاء الله الكتاب سيكون في ايدي طلابنا في جميع المحافظات، يعني على مسافة واحدة من الجميع، من دير الزور الى الرقة الى اللاذقية الى دمشق الى السويداء. يعني اللي بيقول انه التركيز نعم. انه التركيز لا. اكبر لا. يكون على العاصمة او على المحافظات ومراكز المحافظات في الريف كما المدينة خطط لها، ولكن هنا كي يعني لا يعني احد يعني يصطدنا بكلامنا،
نحن لدينا قسمنا الكتب سيكون جديد إن شاء الله، وقسم سيكون مدور يعني مثل العادي. وفي هذا العام كل الخطة الطباعية المخططة تم تنفيذها إلى هذه اللحظة الحمد لله. كما قلت لك وفقنا بتعاون زملائنا وبدعم وزيرنا وبدعم الحكومة، حتى السيد رئيس مجلس الوزراء يعني كانت يعني عقود الطباعة في هذا العام جاءت يعني خلال أسبوع، وبالعاده يعني بتعرفي حضرتك بدأ عرض على اللجنة الاقتصادية وتحتاج إلى وقت أطول. كان في سرعة وكان في يعني الحمد لله إنجاز سريع. سيكون سيرد جميع أثره إن شاء الله في الميدان وفي المدارس. نعم أستاذ فهمي، لفتني بحديثك قلت ما في زيادة في أسعار الكتب في هذا العام، مع أنه كتير شفنا على وسائل التواصل في زيادة في هذا العام. في زيادة بأسعار أنا، ولكن كان في تثبيت للتكاليف ممكن. قلت لك أنسي نحن بموضوع الأسعار يعني هناك زيادة بأسعار الكتب، ولكن فقط لطلاب المرحلة الثانوية. نحن ملتزمون بخطة مجانية التعليم من الصف الأول وحتى الصف التاسع الأساسي، كل الطلاب سيتم توزيع الكتب عليها مجانا. ولكن كما قلت الأسعار لك فقط هي للتعليم الثانوي، للتعليم الثانوي بما يخص المدارس الحكومية، ولجميع المراحل بما يخص مدارس الخاصة ومدارس المنظمات الدولية والمدارس الافتراضية، لأنه يعني هي هذه المدارس هي مشاريع استثمارية بالأساس. صحيح. وبالتالي يتم بيع الكتب بسعرها. ملاحظة أيضا يعني تسعير الكتب، كانت نسبة الزيادة تقريبا هذا العام؟ تم تسعير الكتب في المرحلة الثانوية في هذا العام بسعر الكلفة. يعني تم إجراء العقود كلها بسعر 90 ليرة للصفحة الواحدة، فتم ضرب مثلا الكتاب 100 صفحة عدد الصفحات ضرب 90. هاي بما يخص المدارس الحكومية بالمرحلة الثانوية. أما ما يخص مدارس المنظمات الدولية والمدارس الافتراضية ومدارس يعني الأونروا والمدارس الأخرى الخاصة، فضعف الكلفة، ضعف كلفة الطباعة. نعم. طب في استثناءات للطلاب، مثلا في إعفاءات معينة للطلاب من شريحة معينة؟ كل الطلاب من الصف الأول للصف التاسع ما في. نعم، ولكن بالثانوي بالمرحلة الثانوية هناك بعض المبادرات صارت، يعني صار لدينا مثلا ذوي الشهداء مثلا في محافظة حمص، مشكور السيد أيضا محافظ حمص، عملوا مبادرة من مكتب الشهداء ضمن المحافظة لتأمين نسخ مجانية من كتب التعليم الثانوي لذوي الشهداء ولأبناء الشهداء، يتم يعني تحمل مسؤوليتها من قبل محافظة حمص. وحدثني أيضا زميلي مدير فرع طرطوس البارحة، يعني هناك نية مماثلة في طرطوس، وهناك أيضا مبادرة من بعض الجمعيات الخيرية، يعني تقدمت لنا إحدى الجمعيات الخيرية مثلا في السويداء تريد شراء كتب تعليم ثانوي وتوزيعها من قبلها بحيث يتم تدويرها. يعني اليوم معلش نكون واضحين، يعني معظم الـ يعني الأمور لازم تكون جلية، أنه تدوير الكتاب المدرسي أمر ما يعني ما فينا نتخلى عنه نحن، لأنه إذا بدنا نحكي عن توزيع كتب جديدة في كل عام لكل الطلاب فهذا يعني بيحمل الدولة مسؤولية كبيرة جدا جدا يعني. وبالتالي هل كل التدوير هل الكتب التدوير أمر طبيعي ومشروع في ظل الظروف التي نمر بها؟ يعني ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، ولكن هل جميع الكتب قابلة للتدوير؟ يعني احيانا نشوف بعض الكتب في يعني في يعني بنقول غربلة للكتب الكتاب الجيد، وقت اللي بيكون في كتاب طبعا مثلا يتم الإساءة إلى هذا الكتاب، هل بيتم تغريم الطالب خاصة إذا عم نحكي عن تعليم مجاني؟ هلا في هذا العام سيتم تغريم كل طالب يستلم كتاب جديد ويعيد إلى المدرسة بحالة سيئة. يعني علينا أن ندرك أن هذا الكتاب هو ملك لنا ولغيرنا، ومثل ما تفضل نعم في كلفة كبيرة. يعني زمان سابق كان تتوزع كتب جديدة ربما كان فيها الكلفة، كنا بحالة رخاء كما يقال. أما اليوم يعني تخيل أنه أحد مثلا الأشخاص من إحدى المنظمات الدولية الأونروا يقول لي أنهم يقومون بتدوير الكتب في مدارس حتى الأونروا، وهذا أمر يعني أيضا يتعلق بكرامة الكتاب. صحيح. يعني الكتاب يجب أن يحافظ عليه، ويعني أنا لدي كتب عندما كنت بالجامعة يقرؤون فيها أطفالي اليوم. يعني لديك مكتبتك في البيت أنت مثلا مو موجودة عندك من 10 سنين ومحتفظ الكتب بجودتها؟ يعني كمان نحن منا في قدسية
الوجهه للكتاب. طبعا في نحن في قيم معنويه او قيم سلوكيه لازم نعززها بجوار القيم الماديه، يعني صحيح نحن في عندنا غايه اقتصاديه وهي تامين الكتاب وانه كلفته صارت عاليه، ولكن ايضا في شيء يتعلق كما قلت لك بكرامه الكتاب وبقدسيه الكتاب وباهميه الكتاب تربية على مجموعة من القيم. بالضبط بالضبط، يعني هذا جانب من الجوانب المطروحة. وبشكل عام يعني أنا حاولت بهذا العام صفوف الأول والثاني والثالث في 5 كتب، كتاب اللغة الإنجليزية، كتاب ودفتر، كتاب العربي، كتاب الرياضيات، كتاب العلوم، حاولنا أن نوزعها قدر الإمكان جديدة على 95% إن لم نقل 100% من الطلاب. وإن شاء الله يعني هذا كان يعني مثل العمل الأساسي اللي كنا مركزين عليه، أنه الطالب اللي جاي جديد وطالب صف أول يعني بحاجة لأنه يفرح بالكتاب الجديد من ناحية أخرى هو بحاجة لأنه ينفذ تدريباته، يعني شغلة صعبة أنك تعطيك كتاب قديم. طبعا في عندي مواد أخرى مثل التربية الإسلامية، التربية الاجتماعية، مثلا الموسيقى، يعني ما ضاير في تدوير نعم الكتاب هنا في هذه سيتم المواد، سيتم تدوير حتى لهذا الصفوف. اللغة الإنجليزية من الصف الأول وحتى الصف التاسع حاولنا أن يكون كتاب التدريبات أن يكون جديد يعني قدر الإمكان، إلا في الحالات يعني اللي إذا صار في خلل بعقد ما مع إحدى المطابع فسيتم الاستدراك بكل تأكيد، ولكن إن شاء الله كل الأمور حتى هذه اللحظة تسير بخير. طيب نحن رح نتابع أيضا في الأطمئنان على واقع توزيع الكتاب المدرسي ويعني أعداد الكتب الموجودة في محافظة اللاذقية. معنا عبر الهاتف مدير فرع مؤسسة الطباعة في اللاذقية الأستاذ أيمن ديب. أسعد الله أوقاتك أستاذ أيمن. يا هلا استاذ نور، شو ممكن تحكي لنا عن التحضيرات لتوزيع الكتاب المدرسي؟ استاذ ايمن اهلا وسهلا فيك. واقع توزيع الكتاب المدرسي، التحضيرات لايصاله في الوقت المناسب وبدون اي نقص. هلا سيدتي الكريمه، ايصال الكتاب المدرسي الى المدارس وبالتالي لابنائنا الطلبه قبل بدء العام الدراسي هو مهمه اساسيه من مهمات المؤسسه والتي حددتها الماده الثالثه من مرسوم احداثها. مركز التوزيع أو المستودع هو أصغر وحدة تنظيمية بالهيكل الإداري المؤسسي يصب فيها إنتاج الكتاب. لدينا في اللاذقية ما يقارب 21 مستودع للتوزيع على المدارس، تم اختيار مواقعها بعناية لتغطي مدارس المحافظة بشكل أمثل. الحقيقة السنة عملت الإدارة ممثلة بالسيد المدير العام والمتابع بكل الأوقات لعملنا لاتخاذ إجراءات مهمة كفيلة بوضع الجميع أمام مسؤولياته، وللعمل بروح الفريق الواحد سواء مدرسي او مركز توزيع او مستودع. بجهه تنظيم قواعد بيانات مهمه تتعلق بالمسترد الصالح للتوزيع او الكتاب القابل لاعاده تاهيله. الحقيقه الطالب من الصف الرابع للتاسع يعني في مرحله عمريه يملك القدر الكافي من الوعي والادراك ليحافظ على الكتاب ليستخدمه طالب اخر، وهو اجراء بخفف العبء الطباعي على الدولة كونه طباعة الكتاب هو صناعة، وهي صناعة يدخل فيها مواد أولية ينظر وجودها في ظروف حصار الاقتصاد الجائر عملية مرحلة. الحقيقة نحن بلشنا توزيع الكتب على المدارس من يوم السبت، والاستجرار الكتاب المدرسي من المستودعات المركزية في دمشق إلى مستودعاتنا الرئيسية ومن ثم الفرعية ينسجم مع البرنامج التوزيع المعمم على المدارس بجهة العناوين، بحيث تكون المدارس قد استلمت كامل كتبها قبل بدء العام الدراسي باذن الله. ومستودعاتنا باشرت بالتوزيع من يوم السبت. يعني اذا بدنا نقول نسبه توزيع من 100 قد ايه ممكن تعطينا استاذ ايمن؟ هلا نسبه توزيع الكتب على المستودعات الفرعيه اللي جاهزه لتوزع على المدارس كلها، كل الكتب اللي اجتنا تم توزيعها على المستودعات الفرعيه والمدارس باشرت تجي من يوم السبت، يعني النسبه جيده جدا والعمل عم يتم بسهوله تامه ان شاء الله. ما في اي صعوبات عم بتواجهكم؟ لا الحمد لله حتى هذه اللحظه ما في صعوبات. شكرا جزيلا لك أستاذ أيمن ديب مدير فرع مؤسسة الطباعة في اللاذقية، شكرا جزيلا على هذه الجهود. أيضا بنتابع الحديث مع حضرتك أيضا، يعني تحدثنا عن الصعوبات، دائما في هيك يعني انشغال بال من الأهل أنه يا ترى الكتاب رح يوصل ما رح يوصل، التطمينات موجودة، وين أكثر المناطق اللي ممكن يكون فيها تأخير أستاذ فهمي؟ قلت لك يعني في معرض الحديث يعني نحن ننظر للجميع يعني على مسافة واحدة، يعني اهتمامنا بدير الزور لا يقل عن اهتمامنا بدمشق وحتى بالألياف والمناطق طبعا النائية. بحلب لا يقل عن اهتمامنا بالسويدة،
يعني هلا نحن في عنا، من شان نكون صريحين بموضوع الحسكة، يعني في عنا إجراءات لازم نتخذها، يعني ممكن يتم النقل عبر الطائرة أو كذا، فقط يعني لحد الآن الحسكة لسه ما بعتنا لا بعتنا لها، يعني حسبنا للمدورات من العام الماضي، ولكن أيضا الموضوع يعني قيد التفكير لحله إن شاء الله، وسيحل قريبا وسيتم إرسال. ولكن طلبت أنا البارحة من السيد مدير فرع الحسكة إعداد دراسي دقيقة، لكون يعني عملية النقل مكلفة جدا، فيعني أن لا يكون هناك يعني نوع من التقريب في الدراسة، أن يعني يتم احتساب الكميات بدقة مطلقة من أجل إرسالها، وحتى الحسكة سيتم معاملتها معاملة دمشق وغير دمشق وأكثر من ذلك، يعني حتى المناطق منبج اللي هي أنت بتعرف الوضع فيها أيضا سيتم إرسال كتب لها، ونحن جاهزين لتقديم خدمتنا في ككتاب مدرسي ولنشر العلم والوعي والثقافة لكل أبناء سوريا في كل مكان. ممكن يكون في تغيير بالخطط يعني في العام القادم، نحن عم نعمل اليوم ضمن خطة وزارة التربية نعم. لتوزيع الكتاب المدرسي لعام 2024-2025 نعم. هل من الممكن أن يكون هناك تغيير في الخطط للأعوام القادمة؟ كل تأكيد سيكون هناك تغيير من الخطط، يعني إن شاء الله يعني إن شاء الله فينا نوعد الجميع أنه كل عام سيكون أفضل من العام الذي قبله، لأنه حتى نحن اليوم في الجانب الاقتصادي للمؤسسة يعني لدينا مطبعة يعني طالتها يعني أيادي الحرب وهي معطلة، ممكن أن نشتغل على إعادة تفعيلها، ولدينا بعض المطارح الاستثمارية أيضا للمؤسسة سيتم العمل على يعني إنعاشها أو إيجاد طريقة ما لاستثمارها، وكل هذا سوف يساعد في تحسين الخدمة لأبنائنا الطلاب. ونحن بصراحة يعني بهذا العام بدأنا نعاني من أزمة مالية كنا، ولكن حاليا لا نعاني من أزمة مالية الحمد لله، يعني بفضل القرارات التي تم اتخاذها، وكما قلت لك تم دعمنا من قبل السيد الوزير والسيد رئيس الحكومة، وبسبب جهود الفريق وبسبب يعني أيضا وزارة المالية يعني لم تقصر معنا، تقوم يعني أيضا بإرسال دفعات، كل هذه الأمور يعني أخرجت بصراحة المؤسسة من واقع إلى واقع أفضل بكثير من العام الماضي. طيب لنطمئن على أيضا واقع توزيع الكتاب المدرسي في العاصمة دمشق، معنا عبر الهاتف الأستاذ فراس عفارة مدير فرع مؤسسة الطباعة في دمشق. على ما يبدو الاتصال غير جاهز، بدنا نتابع الحديث مع حضرتك. إذا بدنا نقيم عمل المؤسسة اليوم، كيف بتقيم عملكم؟ يعني ذكرت أنه توليت هذه المهام من منتصف الشهر الثالث تقريبا. كيف فينا نطلع هيك بتقييم لعمل المؤسسة؟ يعني هو بالعادة الأشخاص الشخص هو الآخرين بيقيموا، ما هو بيقيم نفسه، بس لو سألتني عم عمل المؤسسة نعم بس يعني أنا في حالة رضا كامل عن ما جرى خلال الأشهر الستة الماضية أو الخمسة الماضية، وبعتبر أنه يعني قمت بواجبي بكل ما أستطيع، يعني حتى أنه يعني أنا وفريقي طبعا، عندما أقول أنا أقصد يعني كمؤسسة كاملة، وذكرت لك في أكثر من مرة أنه يعني خلينا نقول النجاح النسبي أو التحسن في الواقع، حتى ما يعني نقول نجاح بكير كتير على كلمة نجاح في عمل المؤسسة، تحسن كان له عدة أسباب، أهم سبب كما قلت لك تعاون الفريق الدأب، يعني أنا يعني أداوم حتى يوميا من السابعة إلى السابعة يوميا في المؤسسة، وحولي يعني الكثير من الزملاء المدراء والموظفين، وكما قلت لك يعني دعم السيد الوزير كان يعني من أهم عوامل نجاحنا، أيضا دعم الحكومة لنا ممثلة بالسيد رئيس الحكومة، وبصراحة يعني لطف الله فينا أنه الحفاظ على سعر الصرف كمان، يعني هذا كان عامل الحمد لله، يعني ما خلى المطابع بالعادة لما بصير في ارتفاع بسعر الصرف يعني بتتلكأ أحيانا، بتحط أحيانا بعض العصي بالعجلات كذا، لا بالعكس يعني بتلاقي الكل مرتاح، وإن شاء الله يعني هو هيك يعني هو واحد إن شاء الله من الأمور اللي هيك بيبهج الجميع إن شاء الله، توفر الكتاب المدرسي مع بداية العام الدراسي. نعم وعرف إذا الاتصال صار جاهز مع زملائنا أو الوقت بيسمح لنا أنه نحن ناخذ الاتصال. معنا عبر الهاتف الأستاذ فراس عفارة مدير فرع مؤسسة الطباعة في دمشق. أسعد الله أوقاتك أستاذ فراس. ألو، أهلا وسهلا فيك أستاذ فراس. تحياتي صدوقاتي. شو ممكن نحكي عن التحضيرات أو يعني كنسبة مئوية لآلية توزيع الكتب ضمن العاصمة دمشق؟ لا اول شيء بحب امسي عليك وعلى السيد المدير العام وعلى السيد المشاهدين. اهلا وسهلا فيك استاذ فراس. الله يسلمك يا رب. يعني نحن باذن الله نعمل ضمن الخطه الموضوعه
للتوزيع وتعليمات سياده الوزير وسياده الوزير. قد ايه نسب الانجاز تقريبا استاذ فراس؟ نسب الانجاز قد ايه تقريبا؟ تقريبا نحن صار وصلنا فرع دمشق 72% من الحاجه بدقه. نعم. وباذن الله يعني الامور كلها تحت السيطره مع بدايه العام الدراسي بنكون النسب اغلبها يعني سكرنا الاعداد والخطه الموضوعه باذن الله تتنفذ على ارض الواقع بدقه ويكون طلابنا ابنائنا الطلاب كلياتهم واصلين الكتاب المدرسي مع بدايه العام الدراسي. نعم، كان في صعوبات بتواجه عملكم بالعاصمه؟ عفوا؟ كان في صعوبات بتواجه عملكم ضمن العاصمة دمشق أستاذ فراس؟ لا بالعكس الأمور يعني كثير سلسة وفي تعاون حتى مع مديرية تربية دمشق، أي إحصائية عم نطلبها أو أي أعداد والآليات عندنا موجودة وجاهزة والتوزيع عم يتم على قدم وساق، ما في أي معوقات لحد الآن، يعني الأمور كلياتها وفي اهتمام يعني ومتابعة حثيثة من السيد المدير العام وتعاون من زملائنا المدراء بالمؤسسة ومن وبين زملائنا مدراء الفروع. والامور كلها باذن الله كلها يعني ماشي لحد الان كما يعني كما نشتهي وافضل شوي كذا. بالتوفيق يا رب وشكرا جزيلا على هذه المداخله استاذ فراس عفاره مدير فرع مؤسسه الطباعه في دمشق، اهلا ومرحبا بك. حياك الله، شكرا جزيلا لك. اهلا ومرحبا بك. بسؤال ختامي لحضرتك استاذ فهمي، يعني في شكاوى بتورد لبريد البرنامج انه كان في تاخير او يتوقع تاخير يعني دائما بموضوع اللغه الانجليزيه، بتوقع سالتك وجاوبنا ولكن خلينا نوضح الجواب اكثر، اللغه الانجليزيه ما هي خصوصيه وصول الكتاب في هذا العام؟ اللغه الانجليزيه من الصف الاول وحتى الصف التاسع ان شاء الله كتب التدريبات ستكون جديده يعني ل 90 الى 95% من الطلاب، يعني احنا مخطط ان يكون لجميع الطلاب، ولكن انا يعني اخشى احيانا ان تكون بعض الاحصائيات المرسله غير دقيقه فنضطر الى اعطاء كتب قديمه يعني كي لا يحسب الكلام علي. ولكن نحن عندنا خطه من اجل توزيعها لعموم الطلاب لجميع الطلاب ككتب جديده وهي جميعها في الطباعه ان شاء الله، ويعني مع مطلع العام الدراسي كل الامور ان شاء الله حتكون موجوده بالكتب الانجليزي وغير الانجليزي مثل ما حكوا زملائنا. نحن عم نمشي ضمن سياق خطه طباعيه، يعني هناك بعض التاخير من بعض المطابع ولكن لا يعني لن يعطل عملنا ان شاء الله، يعني احنا ايضا اخذين مهل الاحتياطيه بحيث انه نقدر نتصرف في حال صار هذا التاخير، واهم شيء انه المناطق البعيده حاليا عم نحاول نامنها، يعني الرقه مثلا الحسكي دير الزور، يعني عم نبحث في حل امورهم بشكل اساسي، واللاذقيه طرطوس هلق ما شاء صار يعني معظم الحاجه موجوده عندهم، حلب قلت لك في نحن عندنا مطبع بحلب يعني في عندنا انتاج عم يتم توزيعه بحلب وهناك تعاون كبير من قبل المجتمع الاهلي ايضا. السويدة تقريبا أخذت 70 إلى 80%، درعا أيضا أخذت ما يقارب 60%، وهناك بكرة إن شاء الله أو بعد بكرة سيتم إرسال شاحنة يعني بتكفي لهم 90% من حاجتهم، وكل الأمور بخير. كتب التعليم المهني أيضا يعني أيضا هناك أسئلة تورد لبريد البرنامج. كتب التعليم المهني عندما نقول كتب تشمل جميع الاختصاصات، كتب التعليم المهني تم وضعها على المنصة وسيتم إعداد عقود فيها إن شاء الله قريبا، وايضا يعني التعليم المهني هو محط اهتمامنا يعني واهتمامي انا شخصيا كوني كنت مدير التعليم المهني، وان شاء الله كمان الامور حتكون جيده. نعم، في سؤال اخر انه ليش ما بيتم تامين الكتب بجميع النسخ والاختصاصات ضمن المستودعات، ومن يريد نسخه ان يشتري نسخه مثلا جديده بيروح للمستودع وبيشتري هذه النسخه؟ ايضا تم الاخذ بهذا الموضوع في هذا العام، يعني نحن لدينا خطه توزيع يعني تكون فيها نسبه جديد وليكن 50 إلى 60%، ونسبه مدور من 40 إلى 50%. تم فتح امكانيه البيع الافرادي في جميع المستودعات بنسبه لا تزيد عن 5%، يعني بحيث انه الشخص اللي معه كتاب قديم وحابب يجيبه جديد في يجيبه ولكن على حسابه الشخصي. نعم يعني ايضا هذا موضوع تم الاخذ به. نعم، في كلمه بتحب تقولها ختاميا؟ انتهى وقتنا. انا يعني بحب اتشكر الفضائيه التربويه وما بدي اكرر كثير، يعني اللي شكرتهم باكد على شكري لهم، وبحب يعني هيك وجه رساله للساده مدراء التربيه، يعني احنا بالمؤسسه العامه للطباعه بالنتيجه عم نقدم خدمه لابنائنا الطلاب، بتمنى الساده مدراء التربيه يتعاونوا معنا بفرقهم وبالياتهم وبطواقمهم وبلجنه الكتاب المدرسي
وأنه نحن في هذا العام لدينا بطاقة اسمها بطاقة التلميذ للكتاب المدرسي، يتم من خلالها توثيق جميع الكتب التي يتم طباعتها. يعني أنا أي كتاب إما أن يكون موثق وفق البطاقة أو أن يكون مباع عبر مستودعات البيع الإفرادي، وبالتالي فإنه أي خلل بالعمل سيعرض بعض زملائنا أو بعض المقصرين سواء كانوا من المؤسسة العامة للطباعة أو من مديريات التربية، يعني سيعرضهم إلى المحاسبة، وعذرا على هالكلمة يعني، ولكن أرجو الاهتمام بحيث أنه يعني ما عاد في حالة إلا موثقة بما يخص عمل كتاب. يعني أنا طلع من عندي من المطابع 13 مليون و700 ألف، بده يكون في عندي دليل 13 مليون و700 ألف دليل على كل كتاب أين ذهب، وأنه إن شاء الله بهذا العام لا يوجد سوق سوداء ولا يوجد تهريب، واللي يعني بده يفوت هالفوتات بيتحمل مسؤولية عمله. شكرا جزيلا لك استاذ فهمي الأكحل، مدير عام المؤسسة العامة للطباعة في وزارة التربية، على تخصيص هذا الوقت لبرنامجنا وعلى كل الجهات المعنية بإيصال هذا الكتاب. يعني هناك ذكرنا أيضا مجموعة من الجهات المعنية بأيضا مساعدة المؤسسة العامة المطبوعات في إيصال الكتاب في الوقت المناسب وتسهيل عملية النقل أيضا. شكرا جزيلا لك، أهلا ومرحبا بك. شكرا لكم الفضائية التربوية، وإن شاء الله هيك يعمل خير على كل سوريا في كل المجالات. أهلا ومرحبا بك. شكرا. مشاهدينا، سوريا تستحق كل عطاء ليستمر التميز، فتحية لجميع الأساتذة والمشرفين في المؤسسة العامة للطباعة على هذا المجهود والاستمرارية في العمل. تحية للمعلم الأول راعي العلم والنجاح سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد. دمتم بأمان الله.